وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية. أهلا بك في نشرة الأخبار. كلمة تود توجيهها سعادة الشيخ بهذه المناسبة عن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. أرفع أسمعة التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وفي هذه المناسبة الغالية على كل مواطن بحريني نشيد ونعتز ونفخر بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. هذه العلاقات التي أرسى دعائمها الأباء والأجداد وسار على نهجهم الأبناء والأحفاد، وما تشهده هذه العلاقات من تكامل وتعاضد وتطور ونماء ورؤى موحدة على الأصعدة والمستويات كافة، في ظل ما تحظى به من دعم من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المعظم وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهم، والمتابعة المستمرة من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، ودورهم المميز في قيادة مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي أسهم في تعميق التعاون وتحقيق التكامل عبر التشاور والتنسيق المستمر وأطلاق المبادرات المشتركة، وكان آخرها برنامج تكامل الذي يعد معززا لأوجه التكامل الاقتصادي. وفي الختام ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله. وستظل قلوبنا بإذن الله مجتمعة إلى يوم الدين، وكل عام والمملكة العربية السعودية الشقيقة بألف خير. من الرياض سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك.